في هذه المناسبة أتقدم بالتهنئة إلى قيادتنا الرشيدة أولا، ثم إلى محافظتنا الغالية محافظة الأحساء، ثم إلى جامعتنا العزيزة بمناسبة مرور 50 عام على إنشائها. هذه الجامعة التي مع مساهمتها في الجانب العلمي والثقافي، إلا أنها حافظت أيضا على عادات وتقاليد مجتمعنا، وسارت على نهج ولاة الأمر منذ عهد المؤسس إلى عهد سيدي خادم الحرمين الملك سلمان، وأصبحت جزء لا يتجزأ من الأحساء. لا تكاد تذكر الأحساء إلا وتذكر جامعة الملك فيصل، والعكس صحيح.